لكن دوري هل ممل صديقك. هل الاستاذ عمرو اديب اللي 100 مره اعترف باسباب فوز الاهلي، ولكن لما غلب بقى في الاخر تعالوا شوفوا قال ايه. يعني بقى يعني احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني في كل الهم اللي احنا فيه ده واحد يقول لك ايه المقاولين كسب 5-2 ايه يعني بقول لك الدنيا متنيله والبلد اهلي ايه اهلي ايه ده البلد كلها حالتها تعبانه اهلي ايه وبتاعي ده وقته اقفلوا الدوري ده انا رايي ان الدوري ده يتلغي البلد هي اهم يعني الغوا خلاص هو ايه مش الاهلي هيكسبه قولوا الاهلي انت كسبت الدوري خلاص الغوه كل يوم نقعد نتفرج عليه بيكسب كفايه بقى كفايه خلوا عندكم يعني يعني احنا ناقصين احنا في ايه ولا في ايه خلينا في المهم خلينا في المهم لينا صديقنا صديقنا عماد حسين رئيس تحرير الشروق زملكاوي طبعا فلما يتحرق قوي وعايز يهرب تبدا تنكشه يقول لك يا عم بس كره ايه انا بتكلم عن انا بشوف بس ايه اللي بيحصل في البحر المتوسط من صراع ما يفتكروش بشوف قبرص وتركيا هينتهي على ايه بيدور على اي حاجه